إصلاح الفتق بالمنظار أفضل من الجراحة؟ كإصلاح للفتق لا، الاثنين زي بعض، إنما المنظار أفضل في فترة الاستشفاء بعد العملية. لو قلنا في سلبيات لكل عملية فيهم إيه تبقى إيه؟ يمكن الجراحة سلبياتها إن هي ممكن الألم بعد العملية أكتر شوية من المنظار. المنظار طبعا سلبياته الأساسية التكلفة، طبعا هو تكلفته أعلى من الجراحة، ممكن الضعف أو الثلاثة أضعاف أحيانا. وضع الشبكة في الجراحة العادية فوق أو تحت بالمنظار ما بيفرقش في الفرق؟ مش بيفرق حاجة خالص، لا مش بيفرق طبعا. كلها عملية مادية مش أكتر، الفرق في السعر فقط فعلا. هل الشبكة أنواع المستخدمة أنواع ولا؟ طبعا طبعا في فرق كبير جدا في أنواع الشبكة. حضرتك كجراح بتختاره على أساس إيه؟ يعني طبعا أنا بحاول أختار للمريض طبعا أحسن نوع من أنواع الشبك، تمام. بس طبعا أنواع دي أغلبها مستورد، فللأسف بقى سعرها دلوقتي غالي جدا، بس لو المريض طبعا يقدر يجيبها بتوعه طبعا أفضل بكتير جدا. دايما المرضى لما تقولها حط شبكة في جسمك يخاف، ليه بيخاف والطمون ازاي؟ دي الحقيقة طبعا ده معتقد خاطئ يعني مشهور جدا. الناس تقولي لا انا مش عايز اركب شبكة، يعني الناس فاكرة ان الشبكة دي انا هبقى ماشي حاسس ان في حاجة جوه بطني. خالص الشبكة دي بتبقى اولا الشبكة خلينا نتفق على اهميتها، هي دلوقتي يعني هي ده الستاندرد اللي لازم بنعمله كلنا في كل انحاء العالم، ان لازم بالفتاق لازم بنحط له شبكة، لانه زي ما شرحنا قبل كده هو الفتق اصلا حصل عشان في ضعف في عضلات البطن. فانا لو اكتفيت بس باصلاح الفتق هو اوريدي العضلات ضعيفه، هيرجع لك تاني الفتق. فوجود الشبكه مهم جدا، ان الشبكه دي بتخلق زي طبقه جديده على جدار البطن من بره، وبالتالي بتقوي جدار البطن ده، فتمنع ان الفتق لا قدر الله يرجع تاني. ملهاش مضاعفات؟ لا خالص، لا بتعمل التهابات نضطر نفتح تاني جراحه تاني؟ ده وارد الحدوث، بس ده بيبقى مش ناتج من الشبكه، يعني زي بيحصل التهابات في اي جرح، بس طبعا يعني ده حالات نادره جدا. لو العمليه اتعملت طبعا في مكان يعني في مكان كويس والتعقيم كويس والجراح التزم بالتعليمات، لا طبعا ما بيحصلش طبعا موضوع التهابات. هل اللي عنده فتق لو لعب رياضه يقوي عضلات البطن ممكن يستعيد عن الجراحه؟ لا طبعا خالص، لا خالص. مش هذا قلت الجراحه الرياضه بتقوي فيقوي العضلات؟ ده قبل ما يحصل عمليه الفتق، انما بعد ما حصل الفتق لا خلاص، ان هو الفتق زي ما شرحت لحضرتك ده عضله ضعيفه، فانا لو عملت رياضه بحمل عليها اكتر ده هيوسع الفتق اكتر، فلا طبعا. يعني لا تنصح اللي عنده فتق يعمل رياضه قبل طبعًا ان يستشير او بعد طبعًا العمليه؟ لا 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 لا، بعد العمليه لازم، بعد العمليه بفتره طويله، يعني لازم يكون عدى على الاقل 6 شهور لسنه، ولازم بننصح برضه ان هو ما يحملش اوزان تقيله، يعني يعمل تمارين تبقى خفيفه، ما يشيلش اوزان تقيله علشان ما يحصلوش فتق في منطقه اخرى من جدار البطن. لان احنا اتفقنا ان هو طالما حصل فتاق في مكان ما، فاذا جدار البطن ده ضعيف، القماشه نفسها ضعيفه، فما ينفعش احمل عليها باوزان تقيله تاني او هيحصل فتاق في منطقه الطلق. فتره التعافي بعد الجراحه بتبقى قد ايه غالية؟ يعني ده بتختلف من شخص للتاني على حسب درجه تحمله للالم يعني، بس هو بيبقى في المتوسط يعني بيبقى في حدود حوالي مثلا 10 ايام اسبوعين يعني. يمارس حياته بشكل طبيعي؟ يمارس حياته بعد كده بشكل طبيعي. والشباب اللي متجوزين جداد شهر العسل الدنيا عادي طبعا؟ لا عادي خالص، ما فيش مشكله. والشباب وبنات يعني ما فيش مشكله خالص. ياتيكم في هذه الاوقات